قتلتوني موتوني قتلتوني ازياء ابو فطومه وحسوني ازياء ابو فطومه يلا اختاروا اللي تريدوه. الله صل على شاعر. الله عليك الله جهد سعر ولك شفت رامت انت؟ انت ما سمعت الشعر؟ شعر يا شو هيا كلمتين ما تقلش بيك تفضل اخوي. عيوني اريد الملابس للجهال لان خبصوني بمحلك. ايه عيوني صار تدللي هذا المحل كله قدامكم شو تريدين براحتك. يلا اختاروا شوفوا شنو اللي تريدوا اكو احد يعرفوا ملابس اشكالك ويلا يلا يلا قلك ابو حسوني تعرف هاي المرة؟ لا ما اعرفها. ليش انت تعرفها؟ ابو حسوني جاي كل مجهالة وكما تخلص تصدر بعد بعدها وراك معود عوف العالم بحاله هسه اكيد يطلعون هذول مو جهاله او تنطرد نفس كل مره اسكت احسن لك يا بيدر مو جهاله هذا هذا محل ما تخلي يلا لا خلنا نشوف هسه الا اسالها بس تجي ما اسالها اسالها عيني شوف لنا الحساب جد اي عيني سهلة دللي ليش ما تخلينا على حسابي؟ رحم الله والديك زين بس اريد اسال سؤال هذول جهالك كلهم؟ لا تسلم رحم الله والديك بس هذول جهال خواتي خبصوني بمحلك قلت لهم اليوم عندي عطلة تعالوا امشوا نروح المحل ابو فاطمة عيوني هذا حسابكم صار 40,000 وبالخدمة انا لك تظل تاخذ غيبة ايش بيك ما تقول ايش بيك شو وقت التوب لا تحكي ولا تقول لي ما ادري ولا تفضل طبعا يلا خلنا نفهمك شوي وش تفهمني؟ يتفهمني كل ما تكبر كل ما تجيب تصغر اكثر ايش بيك ما تقول يلا اطلع برا اطلع برا يلا قولي لي من الشبه يخلق من الغيبه 40 اطلع برا يلا بصلب بعد لا تجي هنا بصلب بصلب لا تفهمني بصلب لا تجي امي امشي امشي اطلع برا اطلع صدق اه ولا اتاكد اشوف جهاله ولا مو جهاله اه صدق كذي فعلا مكلب على الغيبه